السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج بين قوسين. نناقش في هذه الحلقه طبيعه العمليه التربويه في ظل الاجراءات الاحترازيه المتعلقه بجائحه كورونا. في ظل الفزع العالمي والقلق الواسع من فيروس كورونا ومخاطر انتشاره، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الاحترازية. القطاع التعليمي كان أهم القطاعات التي يفترض أن تشملها الإجراءات، لكن الوضع السياسي وظروف الحرب التي قطعت أوصال الوطن أربكت المشهد عموما، خصوصا فيما يتعلق بإدارة العملية التعليمية. لذلك من الطبيعي أن يتساءل البعض عما اتخذته وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب والمعلمين، وما الذي سيتم عمليا في ظل الانقسام السياسي للمناطق التعليمية على امتداد محافظات الجمهورية. في حلقة اليوم نستطلع طبيعة سير العملية التربوية، ونناقش التحديات والعراقيل التي قد تجهض أو تمنع تطبيق الإجراءات التي تقررها الوزارة. إذن في البداية أرحب بضيفي من مأرب عبر الأقمار الصناعية، سينضم إلينا يحيى اليناعي المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين. سيد يحيى، أسعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن نتحدث اليوم عن الوضع التعليمي في اليمن والإجراءات المتخذة مع يعني استنفار العالم أمام جائحة كورونا. يعني ما هي الإجراءات التي اتخذت حتى الآن في القطاع التعليمي على مستوى محافظة مأرب وغيرها من المحافظات، بالأخص في مناطق الشرعية؟ العملية التعليمية في اليمن مشتتة في ثلاث مناطق، وهي المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وفي هذه المناطق تم تعطيل العملية التعليمية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بناء على قرار حكومي تفاديا لأي من أجل الوقاية من مرض كورونا. كما أن العملية التعليمية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين هي أيضا توقفت لذات السبب. في محافظة عدن حيث يسيطر المجلس الانتقالي على المدارس وعلى العملية التعليمية هنالك، أيضا تم تعطيل العملية كإجراء احترازي من أي تعرض لتفشي كورونا. لكن تظل العملية التعليمية في ظل هذا التعطيل أصيبت أيضا بأضرار إضافة إلى الأضرار السابقة. نحن نعلم أن العملية التعليمية تعطلت في عدن لمدة ثلاثة شهور بسبب إضراب المعلمين هنالك. الآن تم تعطيلها بسبب الوقاية الاحترازية من مرض كورونا. في مناطق في صنعاء العملية التعليمية وفي تسع محافظات يسيطر عليها الحوثي، العملية التعليمية شبه معطلة. الكثير من الطلاب لم يذهبوا إلى المدارس، الكثير من المعلمين لم يذهبوا لأداء واجبهم في المدارس لأنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ثلاث سنوات. فهذه الإجراءات أضافت عبء إضافي إلى العملية التعليمية ومنعت أو حرمت الطلاب من التحصيل العلمي الكافي الذي كان يفترض أن يحصلوا عليه خلال العام الدراسي الحالي. نعم، إذن سيد يحيى تكرم بالبقاء معي. ومشاهدينا سننتقل الآن لنشاهد هذا الاستطلاع من محافظة شبوة عن الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتجنب انتشار فيروس كورونا في أوساط الطلاب في المدارس والقطاعات التعليمية. نشاهد سويا. قرار وزير التربية بتعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظات المحررة،
التزم الطلاب وولي الأمور بهذا القرار، والتزمت الإدارة التعليمية بتنفيذه، وتم التنفيذ في حينه. وخلال هذا الفترة هي يكون الطلاب في البيوت، وقد نزلت حملات توعية مباشرة في المناطق، ومصاحبة في المساجد، في الشوارع، في كل المكان، حتى يتم تنفيذ القرار بصورة طيبة، مما صنع وعي شامل لدى أولياء الأمور حتى تم تنفيذ القرار بصورة ممتازة، وربنا يشافي الجميع إن شاء الله. في ما يتعلق بكيفية الوقاية والحفاظ على أرواح الناس من فيروس كورونا الذي يهدد العالم بشكل عام، نحن في مكتب التربية والتعليم التزمنا بالتعميم الوزاري، بالإضافة إلى توجيهات محافظة شبوة مشكورا، وكل الطيبين في هذه المحافظة ورجال الطوارئ، عملنا جاهدين على أن تكون محافظة شبوة جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية في ظل كل المتغيرات التي يشهدها العالم. حضورنا هنا بشأن فيروس كورونا وما يواجهه المعلمون والطلاب أثناء التزامهم بالمنازل، هناك تلبية حسنة، نلاحظ أن جميع المعلمات أخذوا الوقاية الكاملة والاحترازية في البقاء في منازلهم، أيضا الأطفال. نلاحظ أنه بعض الفئات القليلة اللي تلاحظت تخرج ويكون ما عندهمش يعني يكون فهم بخطورة هذا المرض، ولا توجد أيضا أجهزة بحيث أن تقوم بالفحص المختبري السريع. إذا ننصح جميع أولياء الأمور بإعطاء أولادهم الأهمية بالبقاء في منازلهم تجنبا للأمراض. إذن مشاهدين، هذا استطلاع من محافظة شبوة، وأعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية سيد يحيى اليناعي من محافظة مأرب. سيد يحيى، يعني لعلك استمعت يعني الاستطلاع الذي أجريناه في محافظة شبوة، هناك التزام واضح بإيقاف العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات التي أو اتباع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بفيروس كورونا. يعني ما هو الوضع في محافظة مأرب على وجه التحديد؟ الالتزام بعدم الذهاب إلى المدارس طبق تقريبا في كل محافظات اليمن، لا يوجد أي محافظة مستمرة في العملية التعليمية. المشكلة ليست في وجود مدارس ما زالت تعمل أو وجود مراكز تعليمية أو مكاتب للتربية في عدة محافظات غير ملتزمة بقرار تعطيل العملية التعليمية، فالكل نفذ هذا القرار حتى في مناطق سيطرة الحوثي ومناطق هي فعلا سيد يحيى المشكلة في التعطيل، لكن المشكلة في التعطيل. يعني لو لاحظنا العديد من الدول أعلنت إيقاف العملية التعليمية، ومن ثم باشروا من اليوم التالي الدراسة عبر الإنترنت، ونجحت العملية في كل البلدان. نحن يعني وزارة التربية والتعليم هي أعلنت مع جميع الدول بنفس الفترة التي أعلنت إيقاف الدراسة، هي أعلنت أيضا، ولكن يا مسهل القرار، يعني أعلنت وبالتالي لا يوجد في المقابل بدائل لكي يواصل الطلاب تعليمهم، كيف نفهم هذا الأمر؟ هذا هو ما أريد الحديث حوله، وخاصة الطلبة في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، حيث أضرب المعلمين منذ بداية الفصل الدراسي الثاني. يعني أن الطلبة في هذه المناطق لم يتلقوا سوى تحصيل علمي لفصل دراسي واحد فقط في مناطق سيطرة الحوثي. نعلم أن التعليم فيها شبه معطل، وأن التعليم تحول إلى تعليم يمكن أن لا يمكن أن نطلق عليه تعليم بالمعنى الرسمي، وإنما هو تعليم مؤدلج، تعليم يخدم أجندة الحوثي وينتهي بالطلبة وحتى بالمعلمين في جبهات القتال والمعارك.
في مناطق سيطرة الشرعية الطلبة في هذه المناطق هم الأكثر حظا في تلقي التحصيل العلمي الكافي خلال هذا العام الدراسي لانتظام العملية الدراسية منذ بداية الفصل الأول وحتى نهاية الفصل الثاني. لم يتبقى للطلبة في هذه في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية سوى أداء امتحانات النقل وأداء امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية. نحن نتمنى على الحكومة أن تجري عملية تقييم لأداء الطلاب بعيداً عن إخضاعهم للامتحانات. وسيلة الامتحانات أصبحت وسيلة قديمة لقياس مدى التحصيل عند الطلبة، أصبحت غير معمول بها في كثير من البلدان. أصبح الآلية التي تعمل بها الكثير من الدول المتطورة هي قياس مستوى وفهم الطالب للمادة الدراسية، وبناء عليه يحدد مستوى فهم الطالب بجيد جدا مثلا بجيد وممتاز وليس بدرجات وأرقام. نحن ندعو الحكومة وندعو المجتمع، يعني لأن الحكومة والحوثيين والمجلس الانتقالي لا أظن أنهم سيقوموا بإجراءات بديلة لتعويض الطلبة ما فاتهم من الدراسة، لكننا ندعو أولياء الأمور، ندعو المجتمع إلى أن يكملوا لأولادهم في المنازل ما حرموا عنه من تلقيه في المدارس. ندعو أيضا الحكومة على وجه الخصوص أن توفر مرتبات المعلمين وأن تلتزم بهذا الأمر خلال الفترة القادمة، بحيث أنه إن تم مثلا الانتهاء من الإجراءات المتخذة الاحترازية المتخذة ضد كورونا بالإمكان أن تعاود المدارس الدراسة قبل بدء العام الدراسي القادم بشهر مثلا لتعويض الطلبة ما فاتهم خلال هذه المرحلة. هو سيدي يعني لا يمكن التنبؤ بمسألة عودة العملية التعليمية، يعني كون الأزمة يعني لم تتضح بدايتها ونهايتها حتى الآن، يعني العالم بأكمله لم أو لا يجد النهاية الواضحة فيما يتعلق بفيروس كورونا. ولكن يعني أنت من حديثك ذكرت نقطة مهمة بأنه على الآباء أو على أولياء الأمور يعني متابعة أبنائهم في البيوت وتعويضهم بما مر عليهم أثناء الفترة التعليمية، هذا أمر سهل وستجد الكثير من الأسر تلتزم بهذا الأمر. لكن فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، يعني هناك ربما سنة من عمر هؤلاء الطلاب، يعني كيف سيحدد مصير هذا الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم؟ يفترض بوزارة التربية والتعليم أن تحدد مقياس أداء بحيث أن كل معلم في هذه المدارس يعلم مستويات الطلبة، ولا حاجة يعني لدخول الطلبة في إلى قاعات الامتحان خلال هذه الفترة. بالإمكان أخذ تقييمات لمستوى الطلبة من المعلمين، فكل معلم في كل فصل دراسي يعلم مستوى جميع الطلبة، وبإمكان هذا المعلم أن يحدد مستوى الطالب ونجاحه من رسوبه، ويتم الاستغناء عن الامتحانات بشكل نهائي إلى أن يتم الانتهاء من الاحترازات المتخذة. إن أتى العام الدراسي مثلا القادم وما زالت الإجراءات أو ما زالت مخاطر أو المخاوف مرض كورونا مستمرة، هنالك يعني لابد للمعلمين أو لابد للحكومة أن تلتزم بتعطيل العملية الدراسية بحيث أنها تضع خطة أو بدائل لتعويض الطلبة خلال الفترة القادمة وتعويضهم لما فاتهم خلال المرحلة السابقة. لكن العام الدراسي الماضي لا يمكن إلغاءه لأن الطلبة لم يقوموا بأداء الامتحانات، إذ أن على الحكومة أن تكلف مدراء مكاتب التربية ومدراء المراكز ومدراء المدارس
بأن يكلفوا المعلمين بعمل تقييمات للطلبة ومنحهم شهادات للعام الدراسي، شهادات نقل. نعم، هو يعني في هذه النقطة أيضا يعني إذا كانت الاختبارات نفسها لم تكن بتلك النزاهة وهناك حالات الغش التي يعني معروفة في الفترات السابقة، فما بال أن يقام الأمر بهذه الطريقة؟ أعتقد أن يعني سيكون الوضع أسوأ مما كان عليه سابقا من حيث وضع التقديرات للطلاب. إذن ابقى معي سيد يحيى، سأعود وأكمل معك بقية النقاش، ولكن أرحب الآن بضيفي من الرياض مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور حسن القطوي. دكتور حسن مساء الخير. مساك الله بالخير أخي شادي، ومس الله ضيوفك الكرام بالخير جميعا والمشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. دكتور، نتحدث اليوم عن وضع العملية التعليمية مع الاحترازات القائمة فيما يتعلق بفيروس كورونا. يعني وجدنا وزارة التربية والتعليم باشرت باتخاذ الإجراءات مثلها مثل الوزارات في بقية دول العالم، ولكن لا ندري ما هي الآلية، يعني على أي أساس اتخذ هذا القرار؟ كل دولة اتخذت هذا القرار وهي واضعة البدائل كي يعني تحفظ مستقبل أبنائها واستمرار العملية التعليمية. هناك التعليم عن طريق النت أو عن طريق الإنترنت موجود في كل الدول. بالنسبة لليمن ما هو الوضع؟ الوضع بالنسبة عندنا في اليمن لا يخفى على أحد حقيقة، الوضع يحتاج إلى لفتة وإلى جهود يعني حقيقية من قبل الحكومة ومن قبل وزارة التربية والتعليم، لأنه بقية الدول تستطيع أن تجري الاختبارات وتجري عملية التعليم من خلال شبكة الإنترنت، وهذه الطريقة ستكون هي الطريقة الأنجح في المستقبل، هي طريقة المستقبل التي تكون تستمر هذه العملية. نعم، لكن يعني ما هي العملية؟ فالعملية لدينا في اليمن، العملية لدينا في اليمن تحتاج إلى أننا نكثف جهودنا، وخصوصا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي يعني مخول بها أنها توجد بديل حقيقي لمسألة شبكة الانترنت. ولعلنا سمعنا قبل عامين تقريبا ونصف عن تأسيس شبكة عدن نت، وللأسف الشديد وزارة المواصلات لم تعطينا أي نتيجة إلى اليوم، لم نسمع منها أي نتيجة سواء سلبا أو إيجابا. أين مصير هذه الشركة وكيف تبخرت وكيف انتهت وكيف ولماذا يظل الحوثيون هم المسيطرون على شبكة الاتصالات وعلى شبكة المعلومات وعلى الشبكة العنكبوتية في اليمن، وهم الذين يتحكمون بها من صنعاء. هذا طيب. موضوع ينبغي على الحكومة الشرعية أن تبحث، لكن يا دكتور، وأن توجد البديل لهذه المعضلة. نعم، لكن يا دكتور، قرار الإيقاف ألا يفترض بالحكومة بشكل عام أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ هذا القرار أن يتم التوجيه بتشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وأكثر من جهة ذات اتصال مباشر في هذا القرار، حتى يدرس الأمر ويتم الخروج برؤية معينة، لا أن يتم القرار فقط إيقاف الدراسة ودون النظر إلى بدائل يعني مفترضة. هذا كلامك صحيح أخي شادي، لأنه الحكومة عندنا، رئيس الحكومة يعني هو بعيد عن عدن وهو يعيش خارج اليمن، وللأسف الشديد يعني أصبحت وزارة الاتصالات وجهود الحكومة جهود مبعثرة، هذا اللي عايزين نعترف بها ونقول هذا الكلام، لا بد يعني هي حقيقة أنها أصبحت جهود مبعثرة، كل واحد يعني يهتم بنفسه، لا يهتمون ب يعني مواجهة هذه الجائحة ولا بالترتيبات للمستقبل. يعني ماذا ينبغي على الحكومة أن تقوم به، ماذا ينبغي على الوزارات، كل وزارة ما تقوم به. أما معنا وزير الصحة جالس في الرياض، يعني هذا الكلام ما هوش منطق ولا يعقل أن يكون مثل هذا التصرفات من قبل الحكومة وأعضاء الحكومة. إننا عندما نقول هذه الأشياء، نحن نتكلم عن مستقبل الوطن، نحن نتكلم عن مستقبل أجيال الناس،
قد تجاوزوا هذه المراحل، تجاوزتها الصومال، تجاوزتها كثير من الدول، تجاوزوا هذا الموضوع خلال خمس سنوات، يعني نعم. تجاوزوا المحنة هذه، ونحن سنظل على ما نحن عليه. يعني يعني افتتح الرئيس شركة عدن نت، وأنا أؤكد على هذا الموضوع، وبحضور رئيس دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وتكلفتها بما يقرب من 100 مليون دولار. أين نحن من هذا العبث، وأين هذا الفساد، وأين ذهبت هذه الشركة؟ يعني لو كانت موجودة لقد حلينا مسألة الاختبارات وحلينا. أما الوزارة، وزارة التربية والتعليم، فهي تقوم بالجهود، يعني تعمل خطة وتقدمها إلى بعض المنظمات الدولية، ولكن بالضبط. تبقى المسألة ما يعني تبقى الخطة ناقصة، لأنه إذا لم يكن لديك الأدوات المطلوبة فإن الخطة ستكون عبارة عن حبر على ورق. نعم. أيضا يا دكتور، فيما يتعلق بالإجراءات ويعني أيضا موارد الدولة الضعيفة وإمكانياتها البسيطة، هو ليس بالعذر الذي قد يتحجج به الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني، لأنه في بعض الدول لم يكن هناك ترتيبات لما بعد هذه الأزمة، ولكنهم وقفوا بمسؤولية أمام هذه الأزمة وأوجدوا البدائل لما بعدها، وبالتالي يعني وجدوا أنفسهم يعني يسيرون بالشكل الطبيعي، ولم يتأثروا ذلك التأثير الذي لحق بأبنائنا الطلاب في اليمن. صحيح هذا الكلام فعلا. يعني هناك كثير، يعني ليست الأزمة أزمة مالية، يعني يعني لدينا قناة تعليمية لم يتم افتتاحها حتى الآن، وهي بالضبط. يعني مولتها دولة الكويت. يعني يجب أن نضع النقاط على الحروف، يجب أن نسأل الحكومة ورئيس الحكومة ما هو دوره، ماذا عمل. يعني أما أننا سنظل يعني نقول أنه ما بيش معنا إمكانيات، لا، المشكلة عندنا في اليمن والأزمة عندنا في اليمن، الأزمة الحقيقية هي أزمة قيادة، هي أزمة مسؤولين، هي أزمة مسؤولية. أننا لا نستشعر مسؤوليتنا ولا نتحرك كما يتحرك بقية الناس، بقية بالضبط. الدول يتحركون تحركات جادة ومسؤولة، يعني ينظرون إلى الأمور من جميع جوانبها، لا أن ينظروا إلى جانب واحد ويتركوا بقية الجوانب الأخرى. هذا الموضوع يعني ينبغي أن نفكر. الآن نحن في القرن 21، الآن ستنتهي مسألة الكتب، يعني هناك خطط جديدة أنه ستبدأ العملية التعليمية يعني إلى البيت مباشرة، ما عاد يحتاج الناس إلى مدارس ولا يحتاجوا إلى يعني. فإحنا سنظل إحنا في ذيل القافلة، يعني متأخرين هذا المدة بسبب أننا لا نستشعر ولا نقدر المسؤولية التي على يعني. وكما قلت دكتور، وكما قلت دكتور، يعني أبسطها، حتى أن كانت قناة تعليمية تعمل في هذا الظرف وتقدم الدروس للطلاب وفق جداول معينة، يعني لاستمرار العملية التعليمية على الأقل في بعض المواد وبعض الدروس من خلال هذه القناة. سأعود إليك دكتور وسنكمل نقاشنا، ولكن سأذهب إلى ضيفي الآن السيد يحيى اليناعي. سيد يحيى، يعني إلى أي مدى ترى أن هناك وعي في الوسط التربوي بخطورة هذه الجائحة المتمثلة في فيروس كورونا، والقلق الحقيقي من هذا الأمر؟ دعني أجيب أو أوضح نقطة مهمة. لو خرجنا في هذه الحلقة بالإجابة على أهم تساؤلين متعلقين بالعملية التعليمية ووضع الطلبة. الأول، ماذا ستعمل وزارة التربية بالنسبة لخمسة مليون طالب تلقوا التعليم خلال العام الدراسي الفائت؟ كيف سيتم نقل هؤلاء الطلاب إلى الصفوف، إلى المراحل المتقدمة، إذا لم تتمكن الوزارة من إعادة الطلبة إلى المدارس لأداء الامتحانات؟ هذا السؤال هو ما يهم 5 مليون طالب في اليمن وعوائلهم. السؤال الثاني، وهو يعني كيف ستتعامل وزارة التربية مع العام الدراسي المقبل إذا ما زالت مخاطر مرض كورونا مستمرة لشهور وربما لأكثر من عام؟ هل اتخذت الوزارة إلى الآن إجراءات محددة؟ هل وضعت خطة محددة من أجل هؤلاء الطلبة؟ هي مسؤولة في النهاية عن 5 مليون طالب. هؤلاء الخمسة مليون طالب لا يمكن أن يتم حرمانهم من التحصيل العلمي في العام الفائت، وأيضا في العام المقبل إن
استمرت مخاطر كورونا. إلى الآن وزارة التربية والحكومة الشرعية وحتى ميليشيا الحوثي وحتى المجلس الانتقالي جميعهم لم يعلنوا عن إجراءات محددة تطمئن الطلبة وعوائلهم في كل محافظات اليمن. هذه هي النقطة المهمة التي نريد أن توضحها وزارة التربية وحتى أيضا المجلس الانتقالي وأيضا ميليشيا الحوثي في صنعاء وفي 9 محافظات. بالنسبة للوعي، أعتقد أن الطلبة والمعلمين بالتزامهم بعدم الذهاب إلى المدارس أثبتوا أن هناك وعي ممتاز ومتقدم، لكن كما قلت لك الأهم من هذا لأن اليمن إلى الآن والحمد لله لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الوباء. المهم هو أن نسمع من وزارة التربية ومن المجلس الانتقالي ومن جماعة الحوثي كيف ستتعامل مع العملية التعليمية خلال العام المقبل إذا ما استمرت مخاطر مرض كورونا. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب السيد يحيى اليناعي المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين. وهنا أرحب بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن مدير عام التوجيه بوزارة التربية والتعليم السيد فضل السلامي، سينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الصناعية. سيد فضل، أسعد الله مساك بكل خير. سيد فضل، هل تسمعني؟ الآن أسمعك. نعم نعم، مرحبا بك سيد فضل وأسعد الله مساك. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله. نتحدث اليوم عن العملية التعليمية في اليمن في ظل الاحتياطات والاحترازات من تفشي وانتشار فيروس كورونا. يعني هناك قرار لوزارة التربية والتعليم اتخذته مع بقية الوزارات في الكثير من الدول بإيقاف الدراسة، لكن يعني كيف اتخذ هذا القرار؟ على ماذا بني هذا القرار؟ في الدول الأخرى يعني كان البدائل كانت يعني موضوعة ومحددة بشكل واضح أمام الطلاب. في اليمن ماذا عن هذا القرار؟ على أي أساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. بداية نشكركم على هذا اللقاء، وننقل لكم تحيات وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم الملس، والأخ الوكيل قطاع منهج التوجيه الدكتور صالح الصوفي. طبعا بحسب خطاب نائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة الطوارئ، تم إعادة تزميد العام الدراسي للفصل الدراسي الثاني. وبحسب هذا الخطاب، طبعا مثل ما استلمناه من لجنة الطوارئ في الحكومة، وتم تشكيل لجنة من قبل وزير التربية والتعليم والأخ وكيل قطاع المنهج والتوجيه لمواجهة فيروس كورونا. نعم، لكن فيما يتعلق بنقطة التزمين، على أي أساس تم اتخاذ قرار التزمين؟ ومتى ستبدأ أو سيبدأ العام الدراسي الجديد؟ ومتى ستكون الامتحانات؟ وما هي الآلية؟ على أي أساس اتخذ كل هذا؟ طبعا على التزمين بحسب خطاب نائب رئيس الوزراء، نعم، الدكتور الخنبشي رئيس لجنة الطوارئ في 19 مارس، استلمنا هذا الخطاب، وعلى أساس هذا الخطاب تم إعادة تزمين العام الدراسي. نحن طبعا في وزارة التربية والتعليم نعاني من جهتين، نعاني من فيروس كورونا اللي بحسب الخطاب الأخير، وأيضا نعاني من إضراب معلمين في بعض المحافظات الجنوبية. هنا إعادة تزمين في عندنا أيضا بالشكل التالي: المحافظات التي لم تتأثر من الإضراب بيكون الدوام بالنسبة لهم من 31 مايو إلى 4 يونيو، اللي هو التهيئة والتحضير لامتحانات النقل للصفوف من 7 إلى 11. أما الصفوف من 1 إلى 6 بيكون هو بيستفيدوا من الشهرين الذي فيه اختبروا فيها، بيتم تعديل لهم النتيجة.
وايضا امتحانات الثانويه العامه للمحافظات الشرقيه التي لم تتاثر بالاضراب حدد في اعاده التزمين بيكون في تاريخ 28 يونيو 2020. نعم. لكن المحافظات اللي تاثرت بالاضراب بها مثل محافظات عدن ولحق وابين والضالع وبعض ايضا مديريات من سيول مثلا هناك ايضا في مدارس مضربه. هنا ايضا اعاده التزمين هو طبعا عدد الايام الدراسيه للفصل الدراسي الثاني هو 70 يوم. نعم. وخلال هذه الفتره طبعا صعب احنا نغطي هذه 70 يوم، وكان تم حسبها كالتالي. طبعا بيكون من 31 مايو الى 2 يوليو هو استكمال ما تبقى من المناهج الدراسيه او تقديم المعارف وتقديم اهم المعارف والمهارات التي فقدها الطالب خلال هذه الفتره. نعم. ايضا في تاريخ 5 يوليو الى 19 يوليو بيكون امتحان للصفوف من 1 الى 11 في الفصل الثاني، وتاريخ 9 اغسطس هو امتحان النهائي للصف الثالث الثانوي بقسم العلمي والادبي. جميل. لكن خلال هذه الفتره طبعا وزير التربيه والتعليم والاخ وكيل قطاع المناهج والتوجيه كلفوا لجنه لمواجهه فيروس كورونا. نعم. وتم تشكيل لجنه التعليم عن بعد في الاسبوع. نعم. الاخير من مارس 2020 طبعا، وخلال هذه الفتره الاخيره خلال الاسبوع الماضي هذا يوميا اجتماعات شبه يوميه لاقرار خطه بميزانيتها وتقديمها للداعمين للاستفاده منها. نعم. يعني في مسألة التعليم عن بعد وكما تحدثت أستاذ فاضل بأن هناك إجراءات وهناك اجتماعات متواصلة، لكن هذه الاجتماعات هي على مستوى وزارة التربية والتعليم أم أنها بالتنسيق والاتصال المباشر مع وزارة الاتصالات وهي المعني الأساسي في هذه الفترة أمام أزمة الطلاب والأزمة التعليمية؟ طبعا الاجتماعات هذه هي في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق ايضا مع نائب وزير الاعلام وايضا وزير الاتصالات. وزير الاتصالات وعدنا ايضا بيحسن وضع النت والاتصالات في هذه الظروف ليستفيد منها الطالب والمعلم لمتابعة الدروس عبر القناة التعليمية. نعم. او المنصة الالكترونية التعليمية. وايضا حضر نائب وزير الاعلام الدكتور حسين باسليم قبل تقريبا 3 ايام، ووعد ان ايضا تكون القناه التعليميه ضمن باقه البث اللي هو ضمن باقه عدن واليمن والمهره، مثلا يتوسع البث فيها ويستفيد كل الطلاب من الدروس او كل الدروس اللي بتبث عبر هذه القناه التعليميه. نعم. اذا يعني نفهم منك انه هناك تنسيق او هناك تحضير لعوده القناه التعليميه قريبا. تفعيلها بشكل رسمي بيكون ان شاء الله. نعم. إذا ابقى معي سيد فضل السلامي، سأعود إليك بعد قليل. أذهب لضيفي الدكتور حسن القطوي معنا من الرياض. يعني دكتور، كما يتحدث ضيفنا سيد فضل السلامي بأن هناك يعني اجتماعات متواصلة وهناك إجراءات متخذة بشكل فعلي للخروج بحلول يعني تحل من مشكلة عدم استمرار الطلاب في الدراسة، وهناك أيضا توقيت زمني لكل إجراء، فكيف تجدون هذا الأمر؟ هل يعني يتوقع أن يعني تنجح هذه الجهود ونصل إلى نتيجة واضحة؟ نحن نسمع جعجعة ولا نرى طحنا أخي الفاضل أخي شادي حفظك الله وسلمك وسلم المستمعين الكرام. نحن عندما نتحدث والأخ فضل يعني يتحدث الآن أنه هناك إضراب للمعلمين، يعني لماذا لم يتم حل قضية المعلمين المضربين منذ بداية العام الحالي وحتى الآن؟ يعني لماذا تتلكأ حكومة الشرعية في حل قضية المعلمين ومرتباتهم التي لا تساوي شيئا؟ لماذا لا يتم تطبيق وتسليم هؤلاء المعلمون يعني يعني ما يسد به القوت الضروري؟ نحن لا يعني يجب ألا نتكلم عن أحلام، يجب أن نتكلم عن أشياء واقعية. نحن عندما نتحدث أن قيمة العملة قد سقط 3 مرات أمام الدولار،
ويعني كل المواد الغذائيه ارتفعت وكل شيء. يعني نحن نتحدث انه المعلم يجلس يظل على راتبه الذي كان قبل 5 سنوات، هذا كلام غير منطقي وغير صحيح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بما يخص قضيه القناه التعليميه وما يخص قضيه المنصات، نحن يجب اذا اردنا ان نحل هذه الامور وان تكون خطط الوزاره حقيقيه وتطبق على ارض الواقع، يجب ان تتكامل الجهود بين وزاره الاتصالات ووزاره التربيه والتعليم ووزاره الاعلام وبقيه الوزارات، ولا بد ان يكون هناك لجنه مشتركه تعمل عمل جاد وتوجد لنا تقنيات حديثه. اما اننا نظل يعني نلعن في الظلام ولا نوقد شعله، فهذا سنظل نجتمع ونخرج من الاجتماع ولن نحقق شيئا لابناء الشعب اليمني. انا اتكلم واسال بوضوح، انا اسال وزير الاتصالات وعبر هذه القناه ومباشره اساله اين ذهبت شركه عدن نت منذ 3 سنوات الى الان. نعم. لماذا؟ اذا دكتور حسن ايضا يعني كما تحدث ضيفنا بان نائب وزير الاتصالات وعد بانه سيقوي الشبكة قليلا في هذه الفترة، يعني من الوعود التي لا تؤدي إلى نتيجة. لا نريد وعود من قبل 3 سنوات ولا نرى يعني نتيجة على أرض الواقع. الوعود هذه وعبارة عن تخديرات، يعني عبارة أن احنا نضحك على أنفسنا فقط ضحك. أما أننا يعني يجب أن نعترف، هل في مشكلة؟ هل في ضغوطات على مؤسسة الاتصالات أنها يعني لا تشغل هذه الشركة؟ يعني يقولوا لنا ايش المشكله، يعني حتى نستطيع ان ندافع عنهم وان نقول فعلا ان هذا الوزير بريء مما تنسب اليه من هذه التهم انه متواطئ. هل سلم الشركه فعلا للحوثيين؟ هل الحوثيين هم الان اللي يعني استلموا الشركه وشغلوها؟ يعني يجب الناس ان يجيبوا على هذه التساؤلات. بالضبط. يجب ان نتحرر وان تتحرر الحكومه الشرعيه. اما انك تريد ان تحرر بلد وتريد ان تبني بلد وأنت لا تمتلك هذه المقومات الأساسية وهي مثل الاتصالات، شبكة الإنترنت والعملية التعليمية وإدارة البنوك وإدارة الشركات وإدارة الشبكات. أنت مخترق، إذن أنت مخترق من كل الجهات، أنت مخترق من قبل خصمك الحوثي، من قبل هذه الميليشيات. إذن يعني أنت تنتظر لمن؟ تنتظر لمن حتى يأتي ليحل لك موضوعك، موضوع النت، موضوع شبكة الاتصالات وغيرها؟ هذا الكلام يجب أننا نكون صرحاء واضحين، وعلى رئيس الحكومة أن يقدم استقالته إذا هو عاجز عن هذه عن توفير أبسط الضروريات لأبناء الشعب اليمني. يجب أن يكون عنده شجاعة وأن يقدم استقالته، ليس عيبا. هو كما فعل بقية الوزراء عندما قدموا استقالتهم لأنهم شعروا بأن الأمور ليست بأيديهم. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك دكتور حسن القطاوي مستشار وزارة التربية والتعليم، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة تعز. أيضا يتحدث الناس عن إجراءات وزارة التربية والتعليم في يعني ما يتعلق بالعملية التعليمية ولأخذ الاحترازات أمام انتشار جائحة كورونا، نتابع سويا. الحرب بشكل عام أثرت على العملية التعليمية، ومع زيادة انتشار مرض الكورونا بالدول العربية أتت قرارات بوقف التعليم في اليمن خاصة في مدينة تعز. شكل توقف العملية التعليمية تدنى في مستوى التعليم خاصة في الطلاب أو الطالبات. طبعا تسبب اجتياح فيروس كورونا للعالم بتوقف العملية التعليمية في العالم بشكل عام، واليمن كانت واحدة من هذه الدول التي تأثر التعليم وقطاع التعليم فيها بشكل قوي جدا. أدى اجتياح فيروس كورونا إلى توقف المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية، الأمر الذي أدى إلى الطلاب والمدرسين العودة إلى المنازل. لكن هناك قلة وعي في اليمن، رغم أنه الدولة قامت بإيقاف كل المراكز التعليمية، لكن المعلمين والطلاب عادوا للتجمع في الشوارع وفي الأماكن المتنزهات أو في أماكن الإنترنت وفي أماكن المقل. فلا يوجد حجر منزلي حقيقي في اليمن بسبب سوء الفهم سواء من الطلاب أو من المعلمين أنفسهم أو من المجتمع بشكل عام. أتت عملية إيقاف التعليم كإجراء احترازي لحرصا على الطلاب والمدرسين، لكن الطلاب اليوم تجدهم في أماكن التجمعات كالإنترنت وأيضا في الحارات، يقضون أوقاتهم طيلة النهار في الحارات في التجمعات، وهذا
قد يؤدي إلى إصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد. توقفت العملية التعليمية بسبب الحجر الصحي، لكن ما نراه من الحجر الصحي هو ازدحام الأسواق وازدحام الشوارع في مدينة تعز، وهذا بسبب قلة الوعي لدى بعض الشباب. الاستراحات ممتلئة ببعض الشباب، الدياوين ممتلئة، تخازين للشباب، لا توجد بدائل، لا توجد بدائل كالتعليم عبر وسائل النت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أدى إلى خروج الشباب. إذا مشاهدين، هذا كان استطلاع من تعز، وأعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية من عدن الأستاذ فضل السلامي. أستاذ فضل، يعني كنا قبل قليل في استطلاع من شبوة وأيضا هذا استطلاع من تعز، هناك انضباط والتزام لدى الجميع بقرارات وزارة التربية والتعليم، ولكن يعني كما تحدثت منذ قليل بأن هناك تزمين لما يتعلق بالامتحانات وما يتعلق بإكمال الدروس التي يعني ذهبت على الطلاب في الفترة السابقة، ولكن يعني على أي أساس يبنى تزمين كهذا ونحن يعني لا سمح الله لو حصل أنه انتشر الوباء في اليمن وفي عدن وفي أكثر من محافظة، وهذا ما لا نأمله، يعني ما الفائدة من اجتماعات ووضع تزمينات وبالتالي لا توجد حلول يعني تجعلنا نجتاز هذه الأزمة بشكل صحيح؟ طبعا إلى الآن الفيروس كورونا إلى الآن لم يظهر عندنا في اليوم بصورة عامة والحمد لله. نعم، لكن نتمنى أن لا يصل إطلاقا، ولكن الخوف إذا ما وصل. طيب، طبعا احنا من خلال رسم الخطة العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا عدنا التزمين للفصل الدراسي الثاني. في حال مثلا ظهر كذا، ولكن الحمد لله عندنا الى الان لم يظهر مثلا فيروس كورونا، طبعا احنا نعاني من الفاقد التعليمي اللي فقد خلال هذه الفتره، خلال فتره مارس الى الان. هو نهايه العام الدراسي هو 9 ابريل، 9 ابريل هو نهايه العام الدراسي، يعني مثلا خلال التعليق الدراسي هو اسبوعين تقريبا او 3 اسابيع الذي تعتبر الفاقد التعليمي عندنا في اليمن. هنا الفاقد التعليمي ليس كثيرين في بعض المحافظات المحرره، وتم لها الاستعداد من خلال القناه التعليميه هذه اللي بيتم تفعيلها حاليا الان، يتم تسجيل الكثير من الحلقات الدراسيه، وايضا المنصه الالكترونيه. هنا ايضا قد تم تفعيل المنصه الالكترونيه، وقد تم اطلاقها في الاحد الماضي، وكثير من الطلاب والجمهور لن يتابعوا هذه الدروس عبر المنصه الالكترونيه. لكن القناة التعليمية إن شاء الله بيبدأ بثها في تاريخ 20 ابريل، بتبدأ تسجيل الدروس وبثها خلال بثها عبر القناة التعليمية وعبر قناة المهرة وقناة عدن وقناة اليمن إن شاء الله. نعم أستاذ فضل، يعني كإجراءات أولية اتخذتها الوزارة هو إيقاف العملية التعليمية، وهذا الأمر يعني نجح بشكل كبير في لنقل يعني معظم المناطق أو كل المناطق في مناطق سيطرة الشرعية، الجميع التزم بعدم الذهاب إلى المدارس، ولكن بالمقابل هناك الكثير من الشكاوى بأن الطلاب تركوا المدارس وذهبوا إلى الشوارع وتجمعوا هناك أو أيضا في محلات الإنترنت. يعني ما هي الرسالة الموجهة لكم لأبنائكم الطلاب؟ طبعا هذه هي الناحيه السلبيه التي معظم الطلاب يعني ممكن تاثر على حتى على الطلاب من تسرب يعني الفتيان والفتيات خلال هذه الفتره، لانها تعتبر فتره طويله بالنسبه لهم. هنا ايضا ممكن نبث رابط المنصه الالكترونيه، وممكن وايضا للمتابعه عبر الرابط للمنصه التعليميه، لان قد تم رفع 50 درس في الثانويه العامه، وايضا كل الدروس من صفوف الدنيا من 1 إلى 3. يعني ممكن الطلاب اذا يستفيدوا من هذا الرابط ومتابعه الدروس مؤقتا. نعم، لكن استاذ فضل يعني ربما مشكلتنا في اليمن هي مشكله عويصه، يعني لو
نظرنا أيضا طلاب الأرياف يشكلون أكثر من 50%. هذه الأرياف لا توجد فيها لا كهرباء ولا إنترنت، وإن وجدت الكهرباء والإنترنت وجدنا أنهم لا يمتلكون أجهزة الحاسوب، ولا أيضا بعض الأسر لا تمتلك التلفونات. يعني فالعون من الله، يعني الوضع صعب جدا. أكيد نحن عارفين بهذا الموضوع، والكل مثلا يعرف أن مثلا في عندنا مناطق نائية لا فيها كهرباء ولا فيها أيضا إنترنت ولا فيها تلفونات ولا أي شيء من التواصل الاجتماعي. هنا أيضا في دراسة حاليا الآن لفريق العمل الذي يبني الخطة هذه كيفية الوصول لهم. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر مدير عام التوجيه بوزارة التربية والتعليم الأستاذ فضل السلامي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. شكرا جزيلا لك أستاذ فضل، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.